29 نجم في مساء الخير متابعينا على قناة 9. موعد نهاية الأسبوع اليوم الجمعة، اللقاء الخاص، الحوار الخاص، وضيفنا الليلة يكون معز لدين الله المقدم، مدير ديوان رئيس الحكومة، وعدة ملفات معه على طاولة النقاش بحضور كل من برهان بسيس، ناجي الزعيري، وخليفة بن سالم. الحمد لله عليك، حفيزة حفيزة نحبيك تبدأ بيهم على الأقل. خلينا نبدأ بيهم. مساء الخير ملاك، مرحبا. مرحبا خليفة، مرحبا، ما خليلوش الفرصة باش يعديوها في هذه آخرتها. مرحبا سي برهان. مرحبا بخليفة، مرحبا بناجي، مرحبا بملاك، مرحبا بمشاهدي. بيان سور. ماعرفش بالأناقة نتاع برهان. هو ديما أنيق برهان. ماذا بيا يقول لنا السبونسور نتاعو منين؟ في كل على ذمتك، أنا نبيع في الحوايج وقاعد نخدم على روحي ونترفك ونجيب من تركيا. ضروري ناوي يخلص لك باش يعطيك كادو. يلا نبداو مباشرة في المواضيع الأساسية اللي باش نتناولوها مع عدة ضيوف عبر الهاتف الليلة، كل من سامي طهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أيضا راضية الحاج سالم المدعي العام بالمصالح العدلية بوزارة العدل، عماد بن حليمة المحامي، وربط مباشر مع دكتور هاشمي لوزير مدير معهد باستور، وايضا محسن الدالية ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس. ونبداو بابرز العناوين الاخبارية. نبداو اذا بالبلاغ الصادر منذ حين عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اللي اصدرت اليوم بلاغ بانه بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وجهت بتاريخ اليوم مكتوب للإدارة الفرعية المخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية عن طريق الإدارة الفرعية القضايا الإجرامية بتونس للاستفسار عفواً عن وجود ذلك التقرير من عدمه، وموافاتها بأن وجد، وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير. وتقول النيابة العمومية أنه بعد الاطلاع على محتواه تبين في خلاصة الأعمال الفنية أنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أي مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطيرة أو متفجرة. ناخذ أكثر تفاصيل مع محسن الدالية ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. إذا نرجع على تفاصيل هذا البلاغ الرسمي الصادر عن النيابة العمومية وعن ما ورد بتقرير الإدارة اللي ذكرناها منذ قليل. وانا حاب نذكر اللي في البدايه، احنا اليوميه وقت تعارف بالموضوع، تعارف به في يوم 27 بناء على ما اعطيته معلومات اللي فما ظرف مسموم، واللي رئيس الجمهوريه احارت الظرف هذايا للاختبار الفني عن طريق الاداره الفرعيه للمخابر الجنائيه. وفتحنا بحث وعهدنا الاداره المتعهده بالبحث هذايا، طلبنا عملنا زوج اجراءات. الاجراء الاولى هو كتبنا رئيس الجمهوريه مصالح الجمهوريه بتمكينها من الظرف المشبوه، والاجراء الثاني هو كتبنا الاداره الفرعيه للمخابر الجنائيه لوزاره الداخليه باش تمكننا من تقرير اختبار فني اذا كانت وجدت، لانه احنا ما نعرفوش وقت موجود ولا لا. مكتوب لولاني يوقع اجابتنا عليه للمصباح اليوم اللي هو تقرير الاختبارات الفنيه، وقبل تو نصف ساعه من الان ورد علينا الاجابه بخصوص الظرف المشبوه، ومكنتنا الجمهوريه من الظرف قبل نصف ساعه من توا. يعني اذا كان ماهياش مواد سامه ما عرفتوش طبيعه الماده، خاطر حتى كي نرجعوا لبلاغ وزاره او بلاغ رئاسه الجمهوريه عفوا، نشوفوا حتى الاعراض اللي ظهرت على مدير الديوان الرئيس ناديه عكاشه، وكلها توحي وكانه شيئا ما كان موجود بهذا الطرد. شنو هي طبيعه الماده اللي لقيتوها؟ هو على كل، بالنسبه لنا احنا الاختبار اللي جانا من اداره المخابر الجنائيه والعلميه وزاره الداخليه يقول عدم الاحتواء على اي مواد مشبوهه سواء سامه او مخدره او خطره متفجره. هذا التقرير العلمي شنو يقول؟ بالنسبه للاعراض ربما اذا تظهر حال مش يقع تثبت من الاعراض هذه شنو يقابلها، هذيك اول اخر. اما احنا نحكي لك على تقرير طبي، تقرير الاختبار الفني هذا واضح. محسن الدالي، هل هذا يعني انه على مستوى النيابه العموميه اغلق الملف نهائيا؟ لا لا ما نعرفش ملف بالخطوره هذه يتعلق بحياه الجمهوريه اللي هو على السلطه في البلاد، معنويه واعتبريه وقانونيه، مش باش يغلق بالطريقه هذه. احنا اليوم عشيه ورد الظرف هذايا بطبيعه الحال، الابحاث مازالت متواصله مخصوص الى متى بطبيعه الحال. مداخله من ناجي الزعيري، تفضل ناجي. مرحبا سي محسن. مرحبا سي ناجي. ثم سؤال يدور في اذهان الناس كل، في اذهاننا احنا،
يعني صحيح معناها الرد بتاع النيابه العموميه واضح بناء على التقرير اللي التحليل اللي اجرته الاداره الفرعيه للمخابر الجنائيه والعلميه في وزاره الداخليه. لكن الناس الكل تتساءل شو طبيعه الظرف هذا؟ اكيد معناها في التقرير اللي وصلكم كان فيه التوصيف لي على الاقل خصائص الظرف هذا. نستحكي على طرد ونستحكي على ظرف وفما شكون اسمحني فما شكون اللي مشى ابعد من هكا يقول راهو يبدو انه صادر عن جهه رسميه. نجمش تعطينا معطيات في السياق هذا؟ هو شوف اللي ناكدوا لك اللي حسب تقرير اختبار بطبيعه الحال اللي هذا ظرف عادي اما وقع حتى في الديجيتاج هذيك دونك تروف تروف وقع اما هو ظرف كبير عادي ظرف المتعارف لدينا الكل مارسو هو ظرف عادي اما وقع وقت حطوه في الديجيتال دونك وقت تلقته الاداره الفرعيه والمخابر الجنائيه تلقته وقت مجزء ممزق اما هو ظرف عادي. هل وصل فعلا الى رئيسة الديوان وفتحته مع طبعا العون اللي في الرئاسه معناها كما جاء في بلاغ رئاسه الجمهوريه؟ لا لا احنا تو الابحاث راهي في بدايتها. احنا اول حاجه قلنا حاجتين ناخذوا الظرف نحصلوا على الظرف وعلى الاختبار الفني هذا هذه منطلق البحث باش تبدا تصير الابحاث مش تبين من بعد شكون تسلم ومن جاء هذا كله مش ينطلق على الابحاث هي مازالت مستمره بطبيعه الحال. معنا النقطه اللي وصلنا لها لحد الان هل الاختبار الفني والظرف بشق حجزه او وقع حجزه اليوم العشيه. واضح. شكرا لك محسن داليا ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس. شكرا لك على تدخلك معنا. باش نرجعوا قبل ما نرجعوا للنقاش خلينا نرجعوا شوي على الموضوع هذا موضوع تلقي رئاسة الجمهورية لهذا الظرف اللي قيل في البلاغ انه مسموم وتداولت المعلومة يوم الأربعاء إلى غاية إصدار الرئاسة لهذا البلاغ. نرجع في هذا التقرير على تسلسل الأحداث كيفاش كان. محاولة تسميم رئيس الجمهورية خبر تم تداوله منذ عشية الأربعاء الفارط بعد تدوين نشرتها صفحة فيسبوكية تحمل اسم الأستاذ قيس سعيد مفادها محاولة تسميم الرئيس عن طريق طرد بريدي يحمل مادة الريزين السامة والتي تتسبب في الموت الفوري. نفس المعلومة يأكدها رياض جراد بعد ساعات من تداول الأخبار وأوضح أن العملية تمت منذ يوم الاثنين وكانت تهدف لاغتيال رئيس الجمهورية عن طريق طرد بريدي فارغ يحتوي مادة سامة. كانت فما محاولة لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل يومين فقط. كانت فما محاولة لتسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر ظرف مسموم. ولحد تلك اللحظة لم تقدم رئاسة الجمهورية أي توضيحات بخصوص ما تم تداوله. وسط التساؤلات المتعددة حول صحة رئيس الجمهورية اقتصرت المعلومات فقط على تدوين انشرها شقيق أكد فيها أن الرئيس في صحة جيدة. ومع تواصل التكتم وغياب أي معلومة رسمية من رئاسة الجمهورية نشرت صفحة رئاسة الجزائرية بلاغ تعلن خلاله عن إجراء الرئيس الجزائري مكالمة هاتفية مع نظير تونسي للإطمئنان على وضعه بعد نبأ محاولة تسميمه. معلومات تتداول منذ يوم الأربعاء من جهات مختلفة دون رواية رسمية من قصر قرطاج دفع البعض إلى التشكيك في مدى صحة المعطيات التي تم تنقلها ومدى خطورة المادة الموجودة فيما سمي بالظرف المشبوه. لتؤكد صباح أمس المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية ريم قاسم أنه لم يتم بعد التأكد من نوعية المادة المشبوهة مضيفة أن هناك استهداف لرئيس الجمهورية. فطرنا الوجود يعني ظرف مشبوه فارغ ما فيش حتى رسالة ولا حاجة لكن فيه باركونت يعني مادة مشبوهه ما نعرفوش شنو هي. اتصلنا بالسلطات المختصه باش يقع تحليل الماده هذه. ورغم تاكيد المكلفه بالاعلام في رئاسه الجمهوريه انه تم اعلام الجهات المختصه وفتح تحقيق لمعرفه نوع الماده ومصادرها الا ان النيابه العموميه اكدت امس انها لم تتلقى الطرد المشبوه فيما تلقت الخبر من وسائل الاعلام. النيابه العموميه ما علمت بالموضوع الا بعد يومين اللي هو اليوم البارح عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الاعلام، صفه رسميه ما وقعش اعلام من اي جهه. وبعد ما اثير من تساؤلات حول غياب معلومات رسميه صادره عن الجهه المعنيه، اصدرت مساء امس رئاسه الجمهوريه بلاغ اوضحت خلاله انها تلقت يوم الاثنين 25 جانفي في حدود الساعه 5 مساء بريد خاص موجه الى رئيس الجمهوريه يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل وخالي من اي مكتوبه تولت مديره الديوان الرئاسي نادية عكاشة فتحو ليتعكر وضعها الصحي مع فقدان شبه كلي لحاسه البصر. كما اشار البلاغ لأنه تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه
إلى مصالح وزارة الداخلية، وأنه لم يتسنى إلى حد ساعة نشر البلاغة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف. وأثر حادثة محاولة تسميم رئيس الجمهورية، تلقى قيس سعيد عديد المكالمات الهاتفية من نظراء من عديد الدول اللي عبروا عن تضامنهم معه، فيما اعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي أي استهداف لشخص رئيس الجمهورية يمثل استهداف لتونس ولشعبها بصفته رئيسا للبلاد ولكل التونسيين وضامنا لوحدتها، مبرزا أن ذلك يبقى في انتظار ما ستسفر عنه التحريات والتحقيقات التي تعهدت بها الجهات الرسمية المختصة. تقريبا هذا هو التسلسل الزمني للأحداث منذ خرجت المعلومات حول مسألة محاولة تسميم رئيس الجمهورية. التطورات اللي كنتوا تابعتوها والبلاغ الرسمي الصادر عن النيابة العمومية يقول ما ثماش مادة سامة موجود بالطرد اللي كان موجه لرئاسة الجمهورية. برهان هالمعلومات وهالكم المعلومات هذا الكل كيفاش نتعطاو معه في الاخر؟ شو كيفاش تعطى هكا اختي؟ سمعت النتيجة ونتيجه مؤسفه للاسف. أيه. لكن يقول لك ماهوش لن يطوى الموضوع، مازال ما لن يطوى. شكون اللي سرب الاخبار الزايف في نهايه الامر؟ لم يطوى بالاساس هو النيابه العموميه، اثبتت لا فما لا ظرف فيه سموم ولا فيه متفجرات ولا فيه سيرين ولا فيه ليلى ولا علي ولا محمد صالح، في حد شيء. معناها نحن هنا امان، راهو انا ما فهمتش، فما عقل يتابع؟ خلينا من الحكايات هذه، الحكايات تفاصيلها الفنية عند الشرطة الفنية وعند المصالح المختصة، مش نحن اللي باش نفتيو فيها. فما عقل يتابع، عقل بسيط يشوف تسلسل البيانات التوضيحية متاع رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية لما طوربت بموقف دخلت مكلفة بالإعلام اسمها ظهر لي ريم قاسم. ريم قاسم بالضبط، قالت يا عباد راهو جينا واحد ظرف مشبوه حلو موظف، اما الموظف لبس عليه وما صار له حتى شيء وما ذكرتش نادي عكاشة. اي كانت تنجم تقول لنا حلوا موظف، قالت لها كذا قال عون وهو في صحة جيدة ولبس عليه تعدينا. جات من خرجت الكلمة هذيك من مصادر في رئاسة الجمهورية، الأخبار الثمانية، الوكالة التونسية الأفريقية، الأنباء، للعالم الكل سألهم أخونا طيب وزيد تذكر وجهه أصفر خايف وكذا على البلاد وعلى الوضع شنو هي الحكاية. أجابوا المصدر الخاص، قال مصدر خاص قال لنا راهو جانا ظرف وراهو حلو عون وهو في صحة جيدة. انباحت سيدي، طورت الأمور، هبط بلاغ من رئيس الجمهورية، جاب حكاية أخرى في ظرف 24 ساعة، ولات حلته السيدة نادي عكاشة ربي يشفيها وعينيها عمات وفقدت حاسة البصر وداخت ودرشنية وظرف مسموم وتداعيات كبيرة في الحكاية هذه، ورؤساء دول تطلب وعالم يطلب باش يطمئن. واش قال لي معناها محاولة اغتيال رئيس الجمهورية مش لعبة، راهي من شأنها انها تبث البلبلة في عندك معلومات متضاربة، كيفاش تتعاطى مع هذا الخبر برهان؟ انا ما نحبش نحكم، عندك بلاغ رسمي يقول لك اللي مديرة الديوان هي من فتحت هذا الظرف واللي حالتها الصحية متعكرة واللي هي موجودة في المستشفى العسكري. انا عندي معطيات انه من نهار الثلاثاء الإدارة العامة لأمن سيادة رئيس الجمهورية اتصلت بوزارة الداخلية، قالت لهم عندنا ظرف مشبوه ماذا بينا تتأكدونا من وضعيته. بعثوا المطار سجل أموره مريقلة وصل لوزارة الداخلية، سلم الظرف اللي هو مقصوص بالجد لأنه تحط في الماكينة وتعدى المصالح الفنية التابعة لوزارة الداخلية. وما تستهينوش بالمصالح الفنية أرجوكم، خبرة كبيرة متاع سنوات متاع خدمة في العمل هذايا، عندهم ماكينة تتجاوز ثمنها المليار من المليمات اللي هي الديتكتي حالات التسمم حالات المواد هذه المشبوهة. عداوها على الماكينة وبعد ستة سوايع بالضبط يوم الثلاثاء 26 جانفي رجعوا لرئاسة الجمهورية بالإجابة لا وجود لأي أثار متاع أي مواد مشبوهة في الأمر، والرئاسة تلقات هذه الإجابة من نهار الثلاثاء. كيفاش تفسر البلاغ نهار الأربعاء من الغدوة؟ نهار الأربعاء بالضبط، نهار الأربعاء من الغدوة يتم تسريب هذا الخبر، مع العلم ومن معطياتي الشخصية أنه أمن سيادة رئيس الجمهورية أكد على سرية الموضوع عند وزارة الداخلية، قالوا لهم أرجوكم أن تتم التحريات هذه في معناها في إطار من السرية، ورجعت الداخلية الأمور هذه في إطار من السرية يوم الثلاثاء من غدوة الأربعاء. الله أعلم من سرب الحكاية هذه، وهذه تقريبا ما يمكن أن تقصدوا النيابة العمومية باش تواصل التحقيقات. نهار الأربعاء سربوا الحكاية رغم علمهم بإجابة والمصالح الفنية لوزارة الداخلية، وتعاملت هذه قصة التسميم وقصة التسميم وقصة الحكاية هذه. بالتالي أنا بربي خل نهزوا الموضوع، يزي بمشينا في ما نحبش نقول. سؤال مباشر، الحلقة المفقودة وين؟ الحلقة مفقودة هذه فضيحة أمان، الحلقة مفقودة رانا ولا لعب ولا تلاعب ولا تلاعب مؤسسات الدولة.
مؤسسة رئيس الجمهورية ومؤسسة الواحد أمان، ولا فما تلاعب في الحكاية هذية؟ راهو رئيس، والله رئيس الجمهورية، راهم فما راهو رئيس انتخبته برشا عباد والناس تحبه، وللآن الناس تحبه والناس تطلب منه أن يكون رئيس لجميع التونسيين، وأنه نقدمه في طريق حقيقي نتاع إنجاز ونتاع إصلاحات ونتاع نلموا التوانسة الكل على كلمة سواء، ونتاع نلغيو الخلافات ونلغيو التصيد لبعضنا ونلغيو هالأجواء المسمومة. ما سمم في تونس هي الأجواء السياسية والأجواء الاجتماعية، ونلعبوا بعقول المواطنين ونلعبوا بعواطفهم ونلعبوا بغرائز الناس ونلعبوا بمشاعرهم. يا ولادي زيونا هذه السياسة يا أخي هي نحطوها على سكة العقل. انا اعتقد اليوم لخص لك الكلمه، البلد هذايا التحدي بين العقل والشعوذه. يزينا يا اخويا هالبلاد هذيا، اعطيني شكون حاطط مخه في راسه يزي، ما عادش تتحمل برشا شعوذه البلاد هذيا. لكن الموضوع مازال مفتوح خليفه، مازال الشد ومازال الجذب، ثم اللي كذب اصلا انه الطرد كان موجود، ثم اللي كذب انه مساله تعكر الحاله الصحيه لنادي عكاشه. توا زاد في بلاغ رسمي للنيابه العموميه يقول لك ما ثماش مادام سامه من اصله. كيفاش تقرا هذا الكل؟ والله انا الحق ما حمسني برهان للوضعية. انا اعتقد الاجواء ايجابيه في المطلق. ايجابيه؟ وين الايجابيه هذه؟ انا هكا نشوف، علاش ايجابيه؟ معقول انه اليوم ممكن نكذبوا بيان هابط من رئيس الجمهوريه، وانه المصالح المختصه في المخابر الجنائيه تخرج بنتائج تكذب ما قيل في علاقه برئيس الجمهوريه، هذا مهم جدا، تقدم كبير، وهذه ماهيش بدعه في تونس. اذا كان يقع خلافات بين الاجهزه في تقييم ما او بين الحكومه ورئيس الجمهوريه، او في ايطاليا استقال على شبهه، ثم اللي يقول لك على النفايات اللي تثبت في تونس، هو رئيس حكومه سئل في ايطاليا ولات مشكله. يعني ما يلزمش نعتقدوا انه البلاد توا والناس والشعب التونسي ما بالحق متحير ياسر من الموضوع بالدرجه، متحير على معيشته وعلى ظروفه. معقول نرجع لتسلسل الاحداث. يعني اذا كان المخابر وصلها يوم 27، يعني وزارة الداخلية في بالها بالعلم كذلك أنه ثم وضعية متاع شبهة، نقولوش يعني لذلك جراد علاش يتوقف؟ نحب نرجع هي وقفوا اللي طلع الخبر، هو جراد ما قالش حاجة غلطة تو، شبيه الموضوع هذا لا ردوها كانوا منسي. إذا هي رئيس الجمهورية هبطت بيان، هو شنو دوره؟ هو كشاهد كإعلامي كصحفي غير قالوا له ما قالوش ما عندوش ذنب، يوقف صاحب الشأن ما كان هكا وثم مشكله كبيره وغيرها شاد هو ولا واحد في مواقع التواصل الافتراضي ولا في جريده هذاك لا هذاك المهم جدية. انت أي تعرف أي أي اخونا صديقنا رياض جراد مع كامل التضامن معاه تم ايقافه تم ايقافه باش يعرفوا شكون اللي قالوا المعلومه تم ايقافه هما يعرفوا شكون اللي قالوا المعلومه 27 انت نفسك قلت نهار 27 مشى للمخابر الجواب هذا الظرف اللي مقاتل نهار 26 نهار 26 جراد وقتاش توقف نهار 27 كيما عندهم مع فكره هما على الموضوع شنو فاجئهم فيما قالوا جراد هاو طلع عندهم علم مالو الخبر خرج مالو الخبر خرجوا بالصيغه هذيك خرج يلزمهم يعرفوا شكون خرجوا يعرفوا شكون قال سي شكون في جريمه خروج الان بما انه هو محل بحث وتحقيق من قبل المصالح المختصة باش يعرفوا شكون خرجوا شنو هو هذا كلام توا باش فما معلومات جديده واضح اللي بعثت من الرئاسه حطوا عندك ينجم يكون خرجوا ماشي لجراد اللباس يا رد بالك راهو بران هذا راهو يولي يستسهل يعني في الامور غدوه انت هذا هذا غيره بطريقه معنا عشوائيه تم لا ما يلزمش كثير رئيس الجمهوريه خليفه ما وجد بحال دجاجه يتحمل مسؤوليته رئيس الجمهوريه تحمل في جراد الموضوع رئيس الجمهوريه ما بعث لك الظرف طولب من طولب من جراد طولب من خونا جراد ببساطه شكون اللي قال لك المعلومات هذه ما يعرفوش هما معلومات هو ما طريقه الايقاف شوية اقل فما ولازم معناها بيان في الحكمه يلزمهم يعرفوا ما يعرفوش هما شكون عطاه شكون ما يعرفوش هذا كلام الخبر ما يعرفوش كيفاش يخرج مصدر الخبر من خارج ما اللي اعطى الظرف للدوله اللي اعطى الظرف للمصالح المختصه هو مصدر الخبر علاش يكون جرات شنو تو هذا علم كبير يا برهان هذا برهان انت كان حاطيت في موقف رياض جراد علاش هو برهان يعني دوله كامله نخرج ونقولوا رئيس الجمهوريه حبوا يقتلوه برهان النيابه العموميه يلزمها تسكت يلزمها تسكت ما نعيطش ما نعيطش لسي رياض جراد نقول له بربي يا سي رياض جراد ارجوك شكون اللي قال لك المعلومه هذه باش نعرف انت لو كنت مكانه انت لو كنت مكانه تجيب عن هذا السؤال برهان تجيب عن هذا السؤال وكان انت كنت في مكان رياض جراد لا ما نجيبش خاطر الصحفي ولا خاطر الصحفي لا لا لكن هو من حقهم انه يسال وانا من حقي انا ما نجاوبش لا اللي اعطاه الظرف للسلطه ما تستدعاهش انت؟ اه تو يستدعى هي علاش تستدعي تقبل على العموم هي تو مول المول ما تستدعاش تستدعى واحد في خبر ما انا وقف اللي كتبوه الكل في مواقع التواصل نجي زي يعني بعد بلاغ من ايام العمر مش شرط نجي راهو مثلا نقطه صغيره في هذا الجانب المشكل هنا مش في الخبر وبطلانه وغيره
هذاك نصدقوا فيه المخابر والدوله. المشكل الناس اللي تابعوا المواطنين اللي تحدث عن بوران يصدقوهم ولا هو اكثر من المواطنين ايضا ثقة عند خرجت المساله ولا في المعلومه من هنا ولا في المعلومه هنا اذا ولينا نشكك بهذه الكيفيه الناس ما تصدقش راه تحكي وما تحكيش منقسم بالراي العام ومازال منقسم في هذا الشيء بخلاف الراي العام التونسي راه ثم امراء اتصلوا كما امير قطر واطمئن على صحه رئيس الجمهوريه فايز السراج الرئيس الجزائري اول واحد كان بيانات اليوم لحركة النهضة ولقلب تونس ولعدة أحزاب كيف كيف تعبر على تضامنها مع رئيس الجمهورية أيضا تدعو لنادي عكاشة رئيس الديوان بالشفاء العاجل إيه؟ شو صحيح من الغالط في ذلك اللي صار هذية هل ما نجمش نعطيه توصيف خلانا أضحوك أمام العالم لأنه يعني رؤساء دول كما كنت تحكي سميتهم يتصلوا برئيس الجمهورية مع احترامنا للرئيس ولمؤسسة الرئاسة يتصلوا ويتم التنصيص في البلاغات اللي تصدر عن الرئاسات الثلاثة عن رئيس الجزائري الأمير قطر وفايز السراج يتم التنصيص في البلاغات مش نحكي على بلاغات رئاسة الجمهورية التونسية على أن المساندة الاتصال دافعه المساندة والتضامن مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بناء على محاولة تسميمه هذه الفضيحة الأولى اثنين مش حاب نعمل إشارة بربي على الجدل تو اللي كان يصير بين خليفة وبرهان على إيقاف رياض جراد النيابة العمومية حسب علمي من حقها أنها تأذن بإيقاف أي كان تصدر عنه معطيات وأخبار تتعلق بالأمن القومي وهنا نحكيه على رئيس الجمهورية ماناش نحكيه كما قال برهان ماناش نحكيه على حاجة بسيطة هذا رئيس الجمهورية به اللي صار أيضا خلى الناس اليوم تشك حتى في مؤسسة رئاسة الجمهورية خلينا نكون واضحين ورئاسة الجمهورية اليوم مطالبة بتقديم توضيحات دقيقة أولا علاش الإسراع منذ البداية بإعطاء توصيف قانوني للحكاية أنه ظرف مسموم من قال أنه مسموم لأنه الرواية الأولى وخليني هنا نحكي على تسريب الغالب لأنه شوف في تونس فقدنا حاجة اسمها الاتصال الرسمي الاتصال العمومي الرسمي وهنا المشكل هذا مش مطروح في رئاسة الجمهورية فقط بل مطروح أيضا في رئاسة الحكومة وفي بقية مؤسسات الدولة يعني يصدر عن مؤسسة الرئاسة اللي هي مؤسسة دستورية تسريب والتسريب هذا يتحدث عن ظرف مسموم يراد به اغتيال رئيس الجمهورية أولا من قال أنه ظرف هذا مسموم علاش التوصيف هذا أنها محاولة اغتيال ثم هل أجريت الاختبارات اللازمة من الأول اللي أعطاه الخبر لصديقنا وزميلنا رياض اللي قال له راهي محاولة اغتيال عن طريق ظرف مسموم لأنه أردبان راهو أنا ما نلومش على رياض موقع التواصل الافتراضي قبل ما يتكلم رياض خلنا نحكي في لحظة خليفة احنا في البلاتو لهنا يا خليفة أنا مانيش اللوم ولكن في نفس الوقت كنا نشوف فيه في مواقع التواصل الافتراضي أنا مانيش موجود الخبر يدور وشفنا البيان بتاع السلطات الجزائرية أنا مانيش اللوم على رياض بربي اشتهي قصة البيان بتاع السلطات الجزائرية دليل أن العملية صحيحة ما قلناش العملية صحيحة السلطات الجزائرية ظللت كما ظللنا نحن الكل ورياض ظللت قطر كما ظللت ورياض معلش يصلح هو خونا تو عملية كانك تحمل فيه مسؤولية شكون اللي حمل؟ أنا مش بالضرورة مغرر به رياض مغرر به مسكين يجيب الأصل إلى كشف من غرر برياض أما مش كرياض هبط خبر ما نلومش على صديقنا رياض بقدر ما نلوم على المصدر اللي اعطاه الخبر واعطاه المعطيات لا على فكره سامحني ناجي هوني يزمني ندخل ونوضح نقطه مهمه بعد ما اعطاه الخبر رياض مصدر من رئاسه الجمهوريه ابعث لنا وقال لنا ما ورد على لسان رياض جراد راهو صحيح هناك محاوله لتسميم رئيس الجمهوريه فودي با يا اخي فضيحه رياض ولانا راهي فضيحه الدوله اكبر مني ومنك ومن رياض يلا نشوفوا مش مع بعض مش مع بعض نشوفوا ناجي زعيم رانا نحكيوا على رئاسه الجمهوريه يا ولادي ماليش نحكيوا
على جمعية ولا على منظمة ولا نحكيه على وكالة ولا نحكيه على رئيس الجمهورية. رو قصر قرطاج رو رئيس منتخب دستوريا رو عنده شرعية دستورية والتاريخية. يا ولادي معناها مؤسسة الرئاسة تم تخدم بالتسريب. رو ما يجيش رو ما يجيش. كان من المفروض يصدر بلاغ، والبلاغ الأول يعطي معطيات أولية كيحبوا هما معناها كيحبوا يخرجوا بلاغ أولي. أولا ساعة ما يذكروش فيه أن محاولة اغتيال، ثم ما يزمش يحكيوا على ظرف مسموم أو غير مسموم، حكيوا حتى على المادة اللي هي مادة الريسين معناها السامة. يعني في أسوأ الحالات كانوا ينجموا يخرجوا حتى انديسكريسيون صغيرة، خبير صغير، راو تم التفطن للوجود ظرف مشبوه ويتم التحقق من المادة وتتولى المصالح الفنية الأمنية. تحقق جاوبوا على هذا السؤال، قال لك في بلاغ رئاسة الجمهورية نظرا لا نريد إرباك الرأي العام، نحب الأمور تمشي في هدوء. أنا نجاوب فيك ببلاغ رسمي. تعرف شو عملوا؟ يعني فعوذ الله ياخذوا ثنية لطروت معناها تونس مساكن، أخذوا الطريق الفرعية الأخرى. هذه هي معناها فعود يمشيوا الى قنوات الاتصال الرسميه لان راي مؤسسات الدوله. يريد لنا نحكيوا على الدوله، راهو اللي وقع هذا راهو تشليك للدوله. اليوم مؤسسه الرئاسه مطالبه باش تقدم التحاليل الطبيه اللي اجراتها رئيسه الديوان في المستشفى العسكري، لانه في البيان في بلاغ رئاسه الجمهوريه يقولوا ان مديره الديوان معناها اصيبت بالعمل المؤقت واغمي عليها وهزوها المستشفى العسكري. هي اعطيونا هي معناها المستشفى العسكري نجم يقول لك هناك جانب التحفظ وسر المهنه ما يخليناش ما يلزم رئاسه الجمهوريه هي اللي تعطينا المعطيات في هذا الصدد. ثم يلزم النيابه العموميه تحقق في مصدر التسريب، من سرب المعطيات الاوليه واللي سرب المعطيات يلزم يتحاسب ويتابع ويلاحق قانونيا وقضائيا، لانه التسريب هذا والخبر اللي دار بالشكل اللي شفناه هذاك راهو أربك الدولة التونسية وخلانا ومس بسمعة تونس وخلانا ضحكة، خلانا ضحكة. رؤساء دول وأمراء يعني يتصلوا وفي نهاية المطاف تقول لنا النيابة العمومية اللي راهو الجواب راهو لا فيه في سابقة لا مادة سامة في سابقة ولا في حلوى ولا في حد شيء. الكوشة راهو ناس لا توقفش واحد في الفترة جريدة جريدة وبرا توقفش ونفيها الرئيس الناس انمروش معاه نفس الموضوع. نمروا لتدوينة لنوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية اللي يقول في تدوينة مطولة ليه أنه هناك معارك كبرى تعيشها شعوب في لحظة ما من تاريخها لصناعة مصير أفضل لها وللأجيال اللاحقة، والحرب ضد الفساد هي إحدى هذه المعارك. ويقول أنه رئيس سعيد اختاروا الشعب باش يقود المعركة الشرسة هذه ضد عدو ليه من الأسلحة الشيء الكثير، والرئيس مثابر وملتزم بما وعد به، فلا تتركوا للضوضاء والفرقعات والقنابل الصوتية تأثيرا على نفوسكم حتى تبعدكم عن الوجهة الحقيقية، وجهة مقاومة الفساد، وتدخلكم عنوة صغيرين ومتأطئي الرؤوس إلى مناطق اليأس من المستقبل واللا مبالاة تجاه الفاسدين. يقول الرئيس مخذل الشعب وكان في مستوى وعوده الانتخابية وأقسم على أن لا يجلس إلى مآدب الفاسدين وهكذا فعل. فهمتوا شنو اللي فهمتوه من تدوينة شقيق رئيس الجمهورية؟ وكأنه تقريبا نفس الليكسيك نفس المعجم اللي يستعمله بارفوا رئيس الجمهورية اللي احنا يبدو لنا في بعض الأحيان مبهم. بوريان خوي دافع على خوه، هو يدافع على خوه هكا وداش نجم نفهم مواطن عادي حتى محل من الأعراب يدافع على خوه وما ونصيحتي ما يسالش يسمع والله يقولوا في الكلام هذا راهو رئيس الجمهورية كي ينجح تونس كل ينجح. راهو قصة المؤامرة والغرف المظلمة، ربي يهدي شكون اللي فما عباد تلعب ولعبة تاع سلطة وكذا، أما ربي يهدي اللي هولها في مخ الرئيس وخليه يعيش تحت الوقعة بتاع الناس الكل. والله الناس تحبك يا سيد الرئيس، انجح راهو تونس تو تنجح وراك، راهو من العلامات هذه راهو التوانسة. احنا جينا من العهد السابق بتاع بن علي اللي تخذ العهد الكل على قصة العائلة. التجربة بتاع الرئيس الباجي قايد السبسي اتمست بعد ما دخلت فيها ترندس قصة الابن والكذا، وتوا نكملوا الرئيس خوه يا اخي فما كان خوه الرئيس ما عندوش مبرر، هو عنده الحق، هو يكتب ليه ولا يعبر عن رأيه. انا هاني باش يقول انا باش يقول نيتي طيبه، انا هاني يقول نيتي طيبه ما يسالش حق له كاي مواطن، لكن مواطن لا ما يعبرش عن اراء القصر وتصوراته. يعني مفروض راهو ثم فريق ثم ناطق رسمي ما نعرفش مستشار
سياسي إيه ربما تكون تدوينة شخصية لي هذه على سبيل الشخصية دونك شخصية تحدثنا فيها أكثر مرة. لا يمكن يكون لقصر غياب لناطق رسمي أو معبر عن آرائه ومواقفه. 10 ثواني نجم. هو أخيب وأبشع إحساس ينجم يداخل الإنسان هو الإحساس بأنه فما شكون يتآمر عليه. مع احترامي لشقيق رئيس الجمهورية وأنا خلي معناها راهو رئيس الجمهورية يعني شخص فوق كل الشبهات فوق كل هالترهات والكذا والمساندة كل مرة يدخلوه في عجة مرة هاو كذا ويحارب الفساد ما كذا. يا ولادي راهو شوف اليوم البلاد في حاجة لحاجة واحدة في حاجة للاستقرار والهدوء وهذا هو الناس خلينا نعرفوا البلاد هذه وين ماشية بالضبط. بعد شوية نفهموا البلاد وين ماشية في مسألة الملف الصحي والسياق الوبائي هذايا لكن قبل ذلك فاصل ثم نعود.